بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله صحبه أجمعين. ومن خصائص هذا البيت العتيق أن فيه آيات بينات، أي دلالات واضحة، فيه دلالات واضحة على التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. فإذا رأى المسلم إقبال الناس عليه من كل حدب وصوب من المشارق والمغارب، يأتون إليه دون أن يسوقهم طمع في دنيا، ودون أن يسوقهم بطش جبار، وإنما يأتون رغبة من أنفسهم واغتباطا من أنفسهم، فهذه آيات بينات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا البيت هو بيت الله عز وجل. لأنه لو كان بيتا لغير الله لما أجمعت القلوب هذا الإجماع على محبته والإقبال عليه والتردد عليه، وأيضا بقاؤه من عهد آدم أو من عهد إبراهيم. ولذلك سماه الله بالبيت العتيق، فهو بقي على مر الزمان، وحتى أن أهل الجاهلية يعظمونه ويحترمونه. فهذه آيات بينات على أن هذا البيت بيت الله عز وجل. وأيضا من الآيات البينات التي لهذا البيت مقام إبراهيم. مقام إبراهيم قيل هو الحجر الذي كان يقوم عليه حين البناء، وعليه آثار قدميه عليه الصلاة والسلام. هذه آية بينة على فضل هذا البيت وفضل هذا المقام. ولهذا قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا طاف بالبيت أتى مقام إبراهيم وصلى عنده ركعتين امتثالا لهذه الآية. وقيل إن مقام إبراهيم هو كل المشاعر من منى وعرفة ومزدلفة والمسجد الحرام، كله مقام إبراهيم التي قام فيها للعبادة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي استمرت على طول الزمان، لم تتغير ولم تتبدل. ومن الآيات البينات حول هذا البيت أن من دخله كان آمنا، كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وهذا من آيات الله البينات في هذا البيت، أن من دخله، يعني دخل الحرم الذي حوله، كان آمنا، حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه في الجاهلية فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم. هذا من آيات الله عز وجل.
وحتى الصيد والطيور تأمن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيده. فإذا كانت الدواب والطيور تأمن في هذا الحرم فإن بني آدم أولى بذلك. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من يريد أن يخيف من كان داخل هذا الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد أهلك الله كل من أرادوه بسوء، كما حصل لأبرهة ملك الحبشة في قصة الفيل الذي جاء ليهدم به الكعبة، فأنزل الله عليه الحجارة من سجيل وأهلكه وأهلك جنوده في مكانهم، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فما قصده من جبار أو أراد أحد سوءا إلا وينتقم الله جل وعلا منه ويحميه. فهذا من آيات الله، وهذا من معاني أنه العتيق. فقيل من معاني كونه عتيقا أن الله اعتقه من الجبابرة فلم يستطيعوا الوصول إليه بأي أذى، وبقي هذا البيت العتيق على مر الزمان وتعاقب السنين، وهو كما وضعه الله سبحانه وتعالى. فهذا من آيات الله البينات حول هذا البيت. وفي ضمن ذلك كما يقول العلماء: ومن دخله كان آمنا، أن هذا من باب الأمر، أي أمنوه ولا تعتدوا عليه. فهذا من آيات الله العظيمة حول هذا البيت العتيق. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا البيت وهذه الخصائص العظيمة، بين أنه يجب على الناس جميعا حج هذا البيت، أي قصده بالزيارة، حج أو عمرة أو اعتكاف حوله، كما قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالله جل وعلا أمر بحج هذا البيت، فقال: ولله على الناس حج البيت. والحج والحج معناه القصد والزيارة، أي يجب على كل مؤمن أن يحج هذا البيت إذا توفرت عنده شروط الوجوب، كما يأتي بيان ذلك وإيضاحه. لكن القصد الآن هو أن حج هذا البيت فريضة على العالم، لقوله تعالى: ولله على الناس. وفي ضمن ذلك اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله وهم لا يحجون هذا البيت، فإن هذا دليل على عدم إيمانهم وحكم بكفرهم، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالله عز وجل حجوا هذا البيت الذي أمرهم الله بحجه، فقال: ولله على الناس حج البيت. ويكون الحج على ما بينته السنة النبوية في أن الحج يكون مرة واحدة في العمر، هذه الفريضة. وأما ما زاد عن المرة الواحدة فإنه يكون نافلة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، إن استوفي الكلام على ما يستفاد من هذه الآيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.